وشوشة. دخلت الميديا من تقريبا من 10 سنين، اشتغلت في التلفزيون السويسري، كان ليه هنا فرع في القاهرة، فتدربت معهم اخراج وتصوير ومونتاج وتقديم برامج وكل حاجة، يعني كل حاجة ليها علاقة بالميديا. وانا اصلا خريجة اعلام 6 اكتوبر اذاعة تلفزيون، فقررت ان انا قلت لازم لما اقف قدام الكاميرا ابقى فاهمة هما نازل بيعملوا ايه. وبعدين اشتغلت في عدة محطات، يعني قنوات فضائية، يعني الاول بدأت بقنوات مش مصرية، وبعدين اشتغلت في اول قناة مصرية كانت مودر، كنت بعمل فيها برنامج اجتماعي. وبعدين بعد الثورة رحت تحرير، وبعديها قعدت فيها 2 سنين، وبعد كده رحت الغد العربي، عملت المورنينج شو، وبعد كده رحت التلفزيون المصري برنامج انا مصر، وفي نفس الوقت رحت إذاعة نغم اف ام، كنت بقدم هناك، في قدمت برنامجين قعدت معهم 1 سنة. وفي نفس السياق بقى كنت زمان وانا بتدرب، لسه بقول يا هادي في الميديا، كنت بتدرب في جريدة اخبار الحوادث، فحببني في الصحافة استاذة امال عثمان، وانا طلع الحوادث قدام اخبار النجوم، نفس المبنى والبابين قصاد بعض، فانا طلع من اخبار الحوادث فشفت استاذة امال عثمان، قلت الله، يعني ايه الصحفية الحلوة الشيك دي، نفسي ابقى يعني في يوم من الايام ان انا اروح اشتغل في الصحافة الفنية. ففضل دايما حلمي ده يعني معايا، ودايما انا واثقه في حاجه، لما دايما بتحلمي بحاجه او بتبقي نفسك في حاجه هتجيلك لغايه عندك. تدور الايام لغايه لما لقيت رئيس تحرير اخبار النجوم استاذ عمرو حيد كلمني وقال لي شيماء عايزينك معانا في اخبار النجوم، فبقيت مزقططه، قلت ياه هشتغل في اخبار النجوم، وانا كنت مذيعه، فكنت اول مذيعه في الوسط تبقى صحفيه، هو بيبقى العكس دايما، الصحفي هو اللي يروح يقدم برامج، لكن مفيش مذيعة راحت مجال الصحافة. فلما دخلت مجال الصحافة الفنية رحت أخبار النجوم، وكنت قبليها هنا في وشوشة، فبقيت ماشية وشوشة مع أخبار النجوم. بسط يعني أولا تديكي خبرة، يعني دايما مقدم البرامج بيعتمد على الصحفي، يعني الصحفي هو الاعداد، هو اللي بيعرف يجيب له المعلومه، هو اللي بيعدله الحلقه، هو المصادر، كل حاجه، فبيديها لك على الجاهز وانت بتقدمي الحلقه بتاعتك. يعني انا طول عمري كان كده، كل رؤساء تحرير معايا كانوا صحفيين من كبار الصحفيين يعني، لكن لما بقيت انا صحفيه فانا بقيت اعد البرامج بتاعتي، اعرف اعد لنفسي، اعرف اجيب هو انا ما عندي مصادر، بس عارفه بتبقي اقوى، بيبقى قلب جامد لو ما فيش اعداد عادي، ايه المشكله يعني، لكن الاول كنا بنعتمد على الاعداد، فده فرق معايا كتير. وبعديها بقى يعني كملت في مجال الصحافه، وبعد كده رحت دوت مصر، كنت مدير تحرير واليوم السابع، وبعدين فتحت شركه كده صغيره، اشتغلت في الاعلانات والافلام الوثائقيه وحاجات كده، وبقالي مثلا قد ايه، بقالي مثلا سنه، لا اقل من سنه قفلتها. طب ليه؟ يعني لقيت نفسي ان انا احب ليه؟ تبقي في حاجه معينه يعني؟ هقول لك، انا احب اصلا تقديم البرامج، يعني احب الاول تقديم البرامج مع الصحافه، الاثنين مع بعض مش مجال معين، لا الاثنين، احب ابقى صحفيه ومذيعه في نفس الوقت. خلاص عارف. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده من وشوشه.